كيف وأخواتها؟ كيف؟ أين؟ متى؟ كيف؟ أين؟ متى؟ هل؟ كم؟ ما؟ من ماذا لماذا من ماذا لماذا كيف أين متى هل كم ما من ماذا لماذا بيقول المثل يخلق من الشبه 40 يعني لكن هل يا ترى يصل الشبه بالدقة بحيث انه الانسان ما يقدر يفرق ما بين اتنين متشابهين يعني لابد من علامة فارقة من شنب من جرح من شامة خال وحمة تساعد على ان الواحد يفرق ما بين اتنين متشابهين صحيح لكن ماذا عن التوائم الملتصقة التي تسمى توائم سيامية ولماذا سميت توائم سيامية التوائم الملتصقة سميت توائم سيامية نسبة إلى أول توأم ملتصق سجل التاريخ الحديث ولد هذا التوأم في مملكة سيام تايلاند حاليا عام 1811 ميلادية ولد شن وإنج ملتصقين من الجانب لم يتمكن الأطباء من فصلهما بقي على هذه الحال حتى توفي عن 62 عاما والطريف والغريب في حياة هذا التوأم السيامي الملتصق إنهم تزوجوا طبعا تزوجوا تنتين وبالصدفة كانوا تنتين أختين يعني كانوا توأم ملتصق أخين وعدايل والغريب أنه أنجب الأول 12 ولد والثاني 10 أولاد والأطرف من ذلك أنهم كانوا عايشين في بيتين منفصلين يعني ليلة يناموا عند إنج وليلة يناموا عند شن زوجي حبيبي لم أشم رائحة الطعام هل شممت رائحة الطعام يا إنج؟ يبدو أن زوجتينا في حالة إضراب الحق نعم ما تؤدي كل حياة مع هذه المرأة يجب أن ننفصل نعم يجب أن ننفصل 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 نعم ننفصل لقد تحملت العيش في أغرب المواقف لقد صبرت على خناقاتها لقد أغمضت عيني عن منغصات محرجة لا أستطيع الاستمرار لا أستطيع نعم ننفصل أينما ذهبت ليلا ونهارا أرى هذه المرأة في وجهي لا أستطيع الاختلاف مع زوجي ولا للحظة واحدة إلا وتكون معنا حياة مستحيلة إن كنتما تقصدان الانفصال فيما بينكما فهذا أسهل وإذا كنتما تقصدان الانفصال فيما بين أولادكما فهذا أسهل أما أن ننفصل أنا وأخي إنج فهذا مستحيل طبعا لقد اعتدنا على العيش سويا حتى هذا السن وبالتالي اعتدنا على التأقلم أما أن ننفصل أنا وأخي شن فهذا ما لا يمكن تحقيقه لقد اتفقنا أنا وزوجتك يا إنج على أن لا نتفق
والحل الوحيد لمنع هذه الكوارث هو أن تجري عملية جراحية للفصل بينكما. عملية جراحية؟ يقولون إن الجراحين الإنجليز بارعون في إجراء مثل هذه العملية. نعم نعم أنا متأكدة، لم لا نجرب؟ حياة أصبحت جحيما. وبسبب اختلاف الزوجتين الشقيقتين السلايف قرروا انهم يحاولوا انهم ينفصلوا عن بعض. راحوا لاوروبا عام 1869 في محاولة لفصلهما عن بعض، لكن الاطباء قرروا انه فصلهم قد يسبب في مقتل او موت احدهم، فرجعوا ورجعت الخلافات ما بين السلفتين الاختين. لا فائدة، إنه الموت يا إنك. لا تقل ذلك يا شن، لا تقل ذلك، مجرد وعكة وتزول. لحظة ميلاد مختلفة حددت مصير أسرتين. هل تذكر كيف عشنا ليلة الزفاف يا إنك؟ كانت ليلة محرجة. محرجة لنا أيضا، كنت أموت من شدة الحرج. إذا نظرنا إلى الجانب المبهج من الحياة نجد أننا كنا متلاصقين، كنا أقرب العائلات تلاصقا إلى بعضنا البعض، لم نفترق أبدا ولن يفرقنا أحد سوى الموت. يا شن، هل تعرف معنى أن تموت أنت؟ إنني لا أستطيع أن أعيش بدونك، إنني ملتصق بك، ماذا سيحل بي إن مت أنت؟ أنا لا أستطيع احتمال العيش بعدك. إنها إرادة الله يا إنج، لو كنت أقوى على العيش لإنقاذك لعشت. تحبني يا شن، إنك بذلك تحطمنا جميعا. بل قولي إنها النهاية المحتومة، فكما تقبلنا لحظات زفافنا وميلاد أولادنا وخناقاتنا وكل ما ترتب على التصاقهن من غرائب وعجائب، علينا أن نتقبل موت شن وإن بطريقة غريبة. شن هو المريض، إنس لا ينزع الموت، فلماذا يموت معه؟ لماذا؟ وماذا تفعل بجسده الميت الملتصق بجسدك؟ ماذا؟ قل لي. كنا يا زوجتي الحبيبة، إذا ما أصيب أخي بزكام أصاب معه، كنا إذا ما أصيب بوهن أو ضعف أصاب في ذات الوهن والضعف. إننا جسدان في جسد واحد، بل إننا واحد. أحس وهو يموت أنني لا تقل أنك ستموت معه. ماذا أفعل؟ لقد جربنا الانفصال في بريطانيا وفشلنا.
حصل في الحياة. هل ننفصل في الموت؟ يرحمك الله يا أخي، لقد مات. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ وبعد 3 ساعات فقط من وفاة الأول توفي الثاني. قصة عجيبة غريبة ومؤلمة، وهذا يدعونا للحديث عن التوائم المتطابقة والمتآخية والطريف في حياة التوائم السيامية وفي التوائم المتطابقة والمتآخية، إن بصمات أصابعهم غير متشابهة. ولنتعرف أكثر عن هذا الموضوع دعونا الدكتور نائل أباظة ليحدثنا عن التوائم بجميع أنواعها. من المعروف أنه يوجد نوعين من التوائم، التوائم المتطابقة أو المتشابهة جدا، والتوائم المتآخية أو الشقيقة. تتكون التوائم المتطابقة من انقسام البويضة الملقحة في أول مراحل التكوين إلى خليتين، كل خلية تنمو على حدة لتكون جنين. أما التوائم المتآخية أو الشقيقة فهي تتكون نتيجة نضوج أكثر من بويضة من المبيض، وبالتالي تلقيح كل بويضة على حدة لتكون جنين، وينمو هذا الجنين في داخل رحم الأم، حيث يكون هذا هو العامل المشترك بينهما. فالتشابه بين هذه الأجنة يكون كأي تشابه بين أخ وأخي أو أخت وأختها، وقد يكون من جنسين مختلفين. ويوجد أيضا التوائم الملتصقة أو ما تسمى بالسيامية، وقد سميت بالسيامية نسبة إلى أول توأم ظهر في التاريخ سنة 1811 في تايلاند من أبوين صينيين، وكانوا ملتصقين من الصدر، وعاشا حياة طويلة بلغت 62 عاما. وتتكون التوائم الملتصقة نتيجة الانقسام غير الكامل للبويضة الملقحة أيضا في أول مراحل التكوين، وقد يكون هذا الالتصاق في أي مكان من الجسم، قد يكون من الرأس أو الجبين أو الصدر أو الخلف، وقد يعيش حياة طويلة وطبيعية. وطبيعي أن يكون التوأم الملتصق كالتوأم المتطابق يشترك في جميع الصفات والطباع العامة والشكل والجنس، ولكن الاختلاف الوحيد بينهما يكون في بصمات الأصابع. إذن التوائم المتطابقة المتشابهة تماما، والتوائم الملتصقة اللي سميناها توائم سيامية، تتشابه في كل شيء تقريبا إلا في بصمات الأصابع. لا يمكن أن تكون أصابع أي توأم تشبه بصماتها أصابع أخوه التوأم، ولقد اكتشف ذلك طبيب بريطاني، اكتشف أن بصمات أصابع الإنسان لا تتشابه مع أي إنسان آخر، حتى لا تتشابه مع بصمات القرود التي تشبه بصماتها بصمات الإنسان. وهذه البصمات طبعا هي مفتاح تحقيق الشخصية الآن، ولكن كيف تستعمل هذه البصمات في معرفة الإنسان أو تحقيق شخصيته، وكيف كانوا سابقا يتأكدون من تحقيق الشخصية؟ سيد الكابتن. نعم كونستابل. هذا هو المشبوه الثاني في قضية اقتحام مكتب البريء. بريء يا سيدي بابت. هل تثبتتم من شخصية المتهم؟ سيدي
عندكم المواصفات التي دونتموها عن صفات المجرم المشبوه. عندكم سيدي. اوكي. هاك المقياس. وافعل ما امرك به حتى نتحقق من شخصية المتهم. امرك سيدي. قس محيط رقبته. محيط رقبته. لو سمحت اعطني رقبتك. 16 انش يا سيدي. 16 انش. نعم. قس طول اذنه اليسرى. اليسرى. اين اذنك اليسرى؟ هذه اليسرى. انشان يا سيدي. انشان. نعم. اذا قس طول انفه. 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 اعطني انفك. يا للعجب، انها انشان ايضا. انشان. قس وبكل دقه طول قدمه اليسرى. اليسرى ام اليمنى يا سيدي؟ لا لا لا، اليسرى. بريء يا عالم، بريء. اصمت اصمت ودعنا نكمل شغلنا. مد قدمك اليسرى جيدا. هيا. هذا هذا إذلال. انت انتهاك لحقوق الانسان. مد قدمك الايسر جيدا حتى تساعدنا في الكشف عن هوية المجرم. هذه إجراءات يجب أن تتم حتى نصل إلى الحقيقة ونقضي على الإجرام. افرض يا سيدي أن قدمي الأيسر مساو في الطول والعرض لقدم المجرم الحقيقي، ماذا يحل بي؟ لا تخف، فقد يختلف طول أنفك عن طول أنفك. يا سيدي، يخلق من الشبه 40. افرض ان المجرم الحقيقي شقيقي التوأم، ماذا حل بي؟ يكون حظك أسوأ من حظ اخيك. هكذا كانوا يتحققون من شخصية المتهمين قديما. وكم من مجرم أفلت من يد العدالة، وكم من بريء مظلوم سجن ظلما. وبقيت القضية على هذه الحال إلى أن اكتشف طبيب بريطاني عام 1871 أن بصمات الأصابع لا تتشابه، ومنذ ذلك التاريخ لم يسجل أي تشابه بين بصمتين. بعد مشاهدتي لفيلم أفواه وأرانب أدركت لماذا استعملوا كلمة أرنب في اسم الفيلم. إنه رمز لكثرة الإنجاب، ويشبه بذلك العائلات كثيرة النسل. وبعض الحيوانات اللبونة كثيرة النسل مثل الأرانب والقطط والفئران وغيرها. فمثلا أنثى الفار تبدأ في وضع الأطفال أو الصغار وعمرها حوالي 3 شهور، وتضع في كل سنة 8 مرات، وفي كل مرة حوالي 20 فأر وفارة. يعني لو ذرية فأرة واحدة عاشت لمدة سنة دون أن يقتل أحد أفرادها، طبعا يتناسلوا أبا عن جد لمدة سنة، يبلغ عدد أفراد هذه الذرية حوالي 3000 فأر وفأرة خلال سنة واحدة. إذن قتل فأرة اليوم أفضل من قتل 20 بعد شهر. والأرنب كالفأر كثير التناسل، ولذلك يهتم الكثيرون في تربية الأرنب لأنه في فوائد غذائية وكثير التناسل. تعالوا معي نحضر وليمة غداء واحد صاحبنا عزم أصحابه على أكلة أرانب.
اتأخر جارنا يا تفيدة. دلوقتي يجي؟ معقول يسمع أرانب وما يجيش؟ آه طبعا لا. حضرتي له أرانب بالإيه يا تفيدة؟ أرانب بالإيه؟ أرانب بالشربة يا حسنين. حضرت لك حتة أرنب بالشربة، إنما إيه؟ هتاكل أنت وهو صوابعكم وراها. أوه يا تفيدة، يعني لازم تقوليها؟ ما إحنا بنشوفها في المسلسلات والأفلام كل ليلة. الله، هي إيه؟ دي اللي حضرت لك ملوخية بالأرانب، إنما إيه؟ هتاكل صوابعك وراها. لا 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 يا حسنين، ده أرنب بالشربة. خليته بالشربة على النار علشان يبقى سخن لحد ما يجي الضيف، إنما إيه؟ أهو جه يا تفيدة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. إزيك يا حسنين؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ده مرتبك. اسمح لي أعرفك على جارنا الجديد الأستاذ بسطويسي. أهلا. السلام عليكم يا جارنا. أهلا وسهلا يا أستاذ. إزيك يا أهلا وسهلا. قلت أعزمه ويايا ندوقوا الأكل على أصوله. أهلا وسهلا. تفضل 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 يا جارنا. تفضل يا بسطويسي. أهلا وسهلا. إزيك يا مدام؟ أهلا وسهلا. حصلت لنا البركة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا أستاذ. السلام عليكم لا مؤاخذة. تأخرت عليكم لا مؤاخذة. أهلا وسهلا. وده يبقى مين حضرته لا مؤاخذة يا أستاذ؟ ده جارنا الجديد، يبقى مدرس العلوم. أصلي أنا لا مؤاخذة من قول جديد على حيكم، ولما سمعت سيرة الأنارب قلت لا يا واد ما بدهاش، رحت جاي على طول. أهلا وسهلا يا أستاذ. إيه الفرصة السعيدة دي يا أستاذ؟ أهلا وسهلا. أصلي أنا جار 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 جاركم ولو في غلاسة يعني. أصلي أنا أحب الأنارب أوي، أموت في الأنارب، أدرس كل حاجة عن الأنارب. أهلا وسهلا يا أستاذ. أنت مدام درست كل حاجة عن الأنارب يبقى حضرتك تعرف انه اسمها ارانب مش انارب. انارب ارانب زي بعضه زي بعضه. انارب ارانب. انت حضرتك تعرف ان الارنبة بتولد في كل مرة 8 ارانب؟ ياه مش معقولة. طبعا معقولة. وانتوا عارفين إن أولادها بتبقى عمية لمدة 10 أيام؟ ياه. وأفيدكم كمان، أفيدكم إن الأرنبة بتبتدي تتوالد وعندها من 6 لـ8 شهور. طب عن إذنكم يا جماعة ما حضر الأكل. اتفضلي يا مدام. اتفضلي يا مدام. اتفضلي. واحنا بيجي الساعة. اتفضلي يا جارتنا. لكن يا أستاذ عايز أسألك سؤال. اتفضل. الأرنب بيحرك أنفه كتير ليه؟ سألتني؟ أصل الأرنب حاسة الشم عنده قوية جدا. بيستخدم أنفه علشان يشم رائحة الأكل وعلشان يتحسس الخطر، لأن الرائحة تعتبر من وسائل الدفاع عن النفس. الاكل يا جماعه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل يا بسطويسي. اتفضل. الله اهلا وسهلا. الله 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 الله. ايه ده يا جارتنا؟ دي مرقه. امال سيل ارنب فين؟ دي شوربه الارنب يا جار 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 جارنا. ومع انه مدرس العلوم ما كان مدعو للغدا، لكن الشكر له افادنا بمعلوماته عن الارانب رغم طرافتها وغرابتها، فهي معلومات صحيحة. والاغرب من ذلك في عالم الارانب ما حققه العلم اخيرا. نحن نعلم انه من الممكن الان نقل الحيوانات المنوية من الذكر إلى الأنثى بدون الطريقة التقليدية باجتماع الذكر والأنثى. يقول الدكتور عبد المحسن صالح في كتابه أسرار الكون والحياة: لقد نجحت التجارب في القرود والخيول والكلاب وغيرها، ولكن كيف السبيل لزيادة تناسل الأصناف الممتازة من الخيول والأبقار؟ فالبقرة تفرز بويضة واحدة كالمرأة، وهي لا تنجب طيلة حياتها أكثر من 12 عجلا. فكان أن توصل العلماء إلى استعمال الأبقار العادية كـ
تحاضنات لجنين ثور أصيل وبقرة أصيلة، فصار بالإمكان للبقرة العادية أن تلد عجلاً أصيلاً، وهذا ينطبق أيضاً على الخيول وغيرها، فيأتي مهر أصيل من فرس عادي، وهذا المهر يحمل صفات والديه الأصيلين. ولكن ما مناسبة الحديث عن هذا ونحن نتكلم عن الأرانب؟ المناسبة يقول الدكتور أن طبيباً وعالماً عربياً في أمريكا هو الدكتور سعد الدين حافظ ذهب إلى أبعد من ذلك. لقد تمكن هذا الطبيب العربي من زرع أجنة المواشي والخيول الأصيلة في رحم الأرنبة، زرع أجنة المواشي والخيول الأصيلة في رحم الأرنبة، وبالإمكان نقل الأرانب بالطائرة آلاف الأميال، ثم يؤخذ جنين البقرة الأصيلة أو الفرس الأصيل لتزرع في رحم فرس أو بقرة عادية، والنتيجة فرس أصيل وبقرة أصيلة، على أن يتم ذلك خلال أسبوعين. يعني بدل أن ننقل فرس أصيل آلاف الأميال بالطائرة أو بقرة أصيلة آلاف الأميال بالطائرة، الآن الأرنبة تحمل هذه الجنين وآلاف الأميال، وطبعا حمل الأرنبة أسهل، وبذلك يزيد نسل هذه الحيوانات والمواشي الأصيلة. على فكرة، ما هي أفضل طريقة لا تؤذي الأرنب، أفضل طريقة لحمله بشكل أننا لا نؤذيه؟ طبعا بالحالة هي على ما بعتقد أنه بده ينقذ من ثانيه، لأنه لو بدك تضرب من رجليه أو من إيديه طبعا هو زي القط بده خمش، أما من ثانيه لا يمكن تمكنه. أنا بشوف الناس العادي من ذنية الصحيح أحمل من ذنية. عادة هو الناس في حلو زم شوحه من ذنية، بس يمكن سؤالة غريب ده أحمل من إجراء. أظن من ذنية أريح له. الواقع أن أفضل طريقة لحمل الأرنب دون أن نسبب له آلام وأن لا نأذيه هي أن نحمله كما نحمل القطة أو الكلب من فروة الرقبة. والحديث عن الأرنب يذكرني بتعبير مصري جديد وهو رقم مليون. المليون عند المصريين اليوم هو الأرنب، يعني بتقول ما شاء الله فلان غني عنده 3 أرانب، يعني عنده 3 مليون جنيه. ويظهر أنهم استعملوا كلمة أرنب للمليون لأن المليون كثير التناسل ويزداد بسرعة، وكذلك الأرانب كثيرة التناسل. اهتم الإنسان منذ قديم الزمان بالحيوانات الأليفة مثل القطط، الطيور، الحمام، البط، الدجاج، حتى إنه قدماء المصريين كانوا يميزوا القرود عن غيرها، وكانوا يضعوا القرد في مرتبة ومركز خاص. الباقية في حياتك، حياتك الباقية. ما تعيطيش يا اختي، كان عزيز علي قوي. اعمل ايه، مات. تفضل 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 يا اختي. هذا العزاء في بيت فرعوني قديم، والمناسبة هو وفاة قردهم الغالي. هو كان عايش معاكو يا اختي؟ ايوه يا اختي، كان عايش معانا مثله مثل القطط والكلاب اللي عندنا، كان اليف يا ضنايا. ده كان مانع علينا حياتنا. عملنا الحداد من النهارده وحلقنا حواجبنا علشان حدين على القرد. طبعا طبعا ده واجب. كما شاهدنا كانوا الفراعنة بيحدوا
لما يموت لهم قرد او اي حيوان تاني، وكانوا هم اول من ابتكر الحداد، وكانوا في الحداد على قرد مثلا بيحلقوا حواجبهم. اذا الحداد اول من ابتكروا هم الفراعنة. لكن يا ترى الحداد 40 يوم، هل هو تقليد فرعوني ام مسيحي؟ لا فرعوني. يعني واحد يالف يبقى مسيحي. الحداد فرعوني ولا مسيحي؟ بتوقع فرعوني. لا اعتقد هذا التقليد تقليد فرعوني. لتحديد ايام الحداد وان تكون 40 يوم سبب تاريخي وعلمي. الفراعنة هم اللي ابتكروه لانهم كانوا يؤمنوا بالحياة الاخرة وكانوا يحنطوا جثث الموتى. تقول المراجع التاريخية توصلوا إلى تحنيط الجثث بوضعها في مادة النطرون لمدة 40 يوم، ثم يشيعون الميت المحنط في احتفال ديني، ثم يلفون الجثة بالقماش ويغطون القماش بالشمع. وفي فترة عملية التحنيط التي كانت تستغرق 40 يوم كانوا يحدون على الميت وتوارثوا هذا التقليد جيلا بعد جيل. اللون الأسود ما كان لون الحداد في جميع العصور وعند كل الشعوب. كل شعب من الشعوب كان عنده لون للون الحداد. مثلا في روما القديمة كان لون أزرق غامق. في أفريقيا كان اللون، كانوا يدهنوا جسمهم باللون الأحمر. في الحبشة لون الحداد كان الأخضر، وفي إنجلترا كان أبيض. أما اللون الأسود فهو لون الحداد عند قدماء الإغريق اللي اعتقدوا أنه اللون الأسود بيطرد الأرواح الشريرة. عالم البحار عالم غريب وكبير. طبعاً عالم البحار أكبر كثيرا من عالم اليابسة، وأكبر الكائنات الحية في هذه الكرة الأرضية هو حيوان بحري، إنه الحوت. وأكبر أنواع الحوت هو الحوت الأزرق. ولنتعرف على حياة وضخامة هذا الحوت الأزرق تعالوا معي إلى وليمة الأرانب، فإن مدرس العلوم بعد أن شرب شوربة الأرانب جلس ليشرب القهوة مع جاره وجار جاره وجار جار جاره. شفت بقى؟ شفت؟ اهو ده يثبت لنا ان الحوت مالهش نافورة مية ابدا. مالهش نافورة ازاي يا جدع انت؟ الراجل ده حجنني يا بسطويسي. قال مالهش نافورة. ايه يعني ايه؟ اكدوا بعينيا دول اللي هياكلهم الدود وصدقك انت؟ بالعقل يا جماعه بالعقل. قول يا استاذ فسر كلامك. انت مش بالبرد بيخرج من بقك هوا باين للعين المجرده كانه بخار؟ صح اهو كده. الحوت اللي بيخرج من راس الحوت ده مش ميه ابدا. امال ايه؟ بترول. بلاش تريقة يا أستاذ. يا جدع اسمع يا جدع. كمل كمل يا أستاذ كمل. لا مية ولا بترول، ده هواء مكثف، لأن الحوت حيوان لبون يتنفس الهواء زي البني آدم بالضبط، إلا أنه بيغوص تحت المية لمدة طويلة وبيحبس الهواء ويصبح الهواء ده مشبع بالرطوبة، ولما بيطلع الحوت على وش المية بيخرج هواء الزفير من راسه، يعني من فتحة في راسه اللي هي أنفه. وبسبب برودة الجو بالنسبة لهواء الزفير الدافي بيتكثف هواء الزفير على شكل نافورة، أو كده بتهيأ لنا. تهيألك أنت يا جدع. مش ويش يا راجل، الأستاذ بيقول كلام حلو. يا بسطويسي يا بسطويسي بيه، مش ناقص بقى اللي يقول إنه كده الحوت يجي وزنه 100 طن. 150 طن. لا لا يا جدع انت هتاخدنا بدوكه ولا ايه؟
أكبر أنواع الحيتان هو الحوت الأزرق، وقد يبلغ وزنه في بعض الأحيان أكثر من 170 طن. الله، يعني يا أستاذ يطلع وزنه يعني قد وزن 150 عربية مثلا؟ تمام، 150 عربية ملاكي. لا بقى، لا بقى، ده انت زودتها حبتين يا أستاذ. يا أستاذ دي حقيقة علمية. والبيبي يا أستاذ وزنه كام؟ يبلغ وزن طفل الحوت عند ولادته حوالي 7 طن. يا خبر اسوح، 7 طن؟ يعني بحجم لوريين كبار. نعم، قوم بينا. مش بقولك ده الراجل فشار، قوم يا جار. لا لا لا، اقعد اقعد يا راجل، اقعد اقعد بس، سيبه يتكلم، انت اسمعه للاخر. اقعد اقعد، كمل يا استاذ، كمل كمل يا استاذ. لا مؤاخذه يا استاذ، وبيرضع ازاي ده وهو بحجم الجبل؟ بيرضع بواسطه المضخه. الايه؟ المضخه. ربنا جهز الحوت بشيء يشبه المضخه، بيضخ الحليب الى فم الطفل بكميات كبيره جدا وفي فتره قصيره. يعني فتره الرضاعه قصيره يا استاذ؟ نعم. بدون مؤاخذه يعني يا استاذ، بيتولد ازاي وامه بتعوم طول الوقت؟ لما بيجي المخاض لأنثى الحوت بترافقها أنثى تانية وبتسبح جنبها عشان تحمي الطفل من الأسماك المفترسة زي القرش وغيره، لأن طفل الحوت ما يقدرش يدافع عن نفسه رغم إن طوله عند ولادته حوالي 7 متر. مش بقولك يا جدع إنه ده فشار ولا أبو لمعة، قوم بينا. بيبي طوله طول عمرتين، مش ناقص غير إنه يقول ان الحوت قد الديناصور. لا، الديناصور قد ربع الحوت. نعم، بتقول ايه حضرتك انت يا؟ اسمعوا بقى، اكبر انواع الديناصورات المنقرضة منذ قديم الزمان لم يبلغ حجمه او وزنه ربع حجم او وزن الحوت الازرق، وبعض الديناصورات يبلغ حجمه حجم هوهو الكلب. ايه؟ الهوهو؟ وبعض انواعه بوزن الفرخه. لا، في دي انا بايدك. الكلب يا الكلب، ديناصور بحجم الكلب. هتروحوا فين وتسيبوني معاه؟ انا جاي وياكم. الله 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 الله، راحوا فين؟ جهله، مش عايزين يتعلموا. مرة أخرى نشكر مدرس العلوم على معلوماته الصحيحة والطريفة والتي وردت كلها على لسانه. صحيح أن الحوت لا ينفث الماء، بل يخرج هواء دافئا من رئتيه ويتكثف على شكل نافورة عندما يلامس الجو البارد فوق الحوت. وصحيح أن وزن الحوت الأزرق يبلغ حوالي 170 طن. وصحيح أن طفل الحوت عند ولادته يكون بوزن 7 طن وطوله حوالي 7 متر، ويرضع بواسطة مضخة، يرضع بكميات كبيرة وبسرعة. وصحيح أن أكبر ديناصور كان بحجم ربع حجم الحوت، وبعض الديناصورات بلغ حجمها حوالي حجم دجاجة. وأضيف أيضا أن الديناصور من الحيوانات من الزواحف، بعضها يضع وبعضها يلد. والحوت مثل غيره من الحيوانات البحرية والأسماك بيقوم برحلات شرقا غربا شمالا جنوبا حسب المواسم، فيقطع المحيطات من الشرق إلى الغرب، ومرات بيقطعها شمال جنوب. ومن يقطع خط الاستواء من الشمال إلى الجنوب ما رح يلاحظ
انه قطع خط الاستواء لان هذا الخط خط وهمي، لكن اطرف طريقة عشان تعرف انت شمال خط الاستواء او جنوب خط الاستواء، استعمل الحوض، حوض المي. املأ الحوض بالماء وفرغ المي من الحوض، فاذا نزلت الماء بشكل عقارب الساعة بشكل دائري من اليسار الى اليمين فانت شمال خط الاستواء، اما اذا نزلت المي بالعكس بشكل دائري من اليمين الى اليسار فانت جنوب خط الاستواء. واذا اردت انك تتأكد من هذه النظرية، خد لك قارب اقطع فيه خط الاستواء من الشمال الى الجنوب وجرب، ونرجو ان نلتقي بك في حلقة قادمة عندما تعود من رحلتك الميمونة. كيف أين مضى؟ كيف أين؟